فيش اخوان ولا في بيت ايه اللي فيه اخوان ولا في ايه، كل الناس غلابه هنا ساكنه. وظبط عشان اللي مات اللي هو في البتاع اللي هي المفرقعات دي بالاخوان، اللي جاب اخوان اللي جاب بيتنا، بيتنا بقى له 6 اشهر في حاجات عاوز تتصلح فيه وتتوضب فيه، اللي دخل الاخوان في الحاجات دي. حسبنا الله ونعم الوكيل، في اللي بيتكلم كلمه زي دي حسبنا الله ونعم الوكيل، انا مش هقول لك اكتر من كده. بس الموضوع ما فيهوش اي انفجار خالص، الموضوع ان هو احنا في هيستوري للعماره دي ان احنا متوقعين انها بالظبط تقع بسبب اهمال المالك بتاعها، المالك بتاعنا مش عايز يساعدنا عشان ان احنا نرمم العماره، الكلام ده غلط، انفجار واخواني الكلام ده غلط.